يربو عن 20,000 زائر. جمع معرض إندكس 2015 عددا من المهندسين المعماريين والمصممين من جميع مجالات التصميم الداخلي، بما في ذلك أكثر من 800 من المصنعين والموردين للمنتجات والخدمات الأكثر إنتاجا في العالم. طبعا بلا شك هذه المعارض مستمرة في معرض دبي، بدأت المعارض متنوعة، تدخل فيها منتجات جديدة، تدخل فيها شركات جديدة، دول كثيرة. اليوم احنا هي مجموعة معارض افتتحها صاحب اسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير مالية، رئيس بلدية دبي. بالإضافة إلى معرض إندكس، هناك معرض بعد عن النفايات تشارك فيه بلدية دبي بموقع متكامل، تشرح البلدية من خلال هذا الموقع تعاملها مع النفايات المنتجة في إمارة دبي. لله الحمد هذه طبعا المعارض من خلال مشاركة الدول والشركات التخصصية نطلع على آخر المستجدات في هذه المجالات، وهي فرصة طيبة إلى العاملين في مجال الخدمة الخاصة للمدينة أن يستفيدوا من هذه الشركات. طبعا بلدية دبي شاركت من خلال موقع متخصص، وضعنا مجموعة من المشاريع التخصصية. النظام الأول نظام تتبع سيارات نقل الحاويات، من خلال هذا التتبع نستطيع أن نقدم إدارة متكاملة لهذه الحاويات، من خلال أن السيارة نعرف عدد الحاويات التي تجمعها يوميا، نعرف مسارها، نجم موقعها. المشروع الثاني كان البوابة الإلكترونية التي تقوم بوزن الحاوية ومعرفة موقعها، يعني كل حاوية أو كل سيارات حاويات لها مواقع معينة لخدمتها. كمية النفايات المتولدة من هذه المنطقة تعتبر نوع من قاعدة بيانات لنا. قدمت البلدية من ذلك بعدها الحاوية الإلكترونية، الحاوية الإلكترونية الحاوية التي تعمل بالطاقة الشمسية ولها خاصية الضغط، بحيث أنها تستطيع أن تضغط كمية النفايات الموجودة في هذه الحاوية وتقللها بحيث نستطيع نقلها بسهولة. كما استعرض الحدث أعمال نخبة من المصممين الشباب الإماراتيين الذين تنافسوا للحصول على 12 فرصة للكشف عن أعمالهم خلال فترة انعقاد المعرض. وقد تميزت التصاميم المختارة بكونها مبتكرة ومتطورة من حيث المفهوم، واختيرت على أساس صلة النموذج والفعالية الوظيفية والمواد المختارة بأبحاث التصميم. الحقيقة نحن أول مرة حبينا نشارك بمعرض دبي إندكس، زرناه قبل مرة وشفنا أنه معرض الحقيقة مهم، وبما أنه دبي صارت نقطة طلائع بالمنطقة كلها لموضوع المفروشات والديكورات وبيجيها international visitors، قررنا نشترك الحقيقة بإندكس، وهي أول مرة بالنسبة لبي ديزاين. الحقيقة نحن تبعناه من أكثر من 7-8 سنين المعرض، وكل سنة عم يتحسن. والحقيقة السنة أنا برمي بالمشاركين صار مثله مثل أي معارض international مثل ميزوني أوبجي باريس، حتى بلش يقرب شوي لمعرض ميلانو. يعني بتشوف صار في كتير شركات انترناشنال موجودة فيه، وكواليتي اوف كمبانيز، مش بس انه والله شركة اجنبية، حتى عم تشوف نوعية من الشركات المشتركة بالمعرض. وتوقع تقرير أصدرته المؤسسة البحثية والاستشارية فرنيتشر ميدل إيست أن تبلغ قيمة المشاريع الإنشائية المكتملة في دول مجلس التعاون 72 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالسنة الماضية، ويشمل ذلك المشاريع الإنشائية في القطاعات الإسكانية والتجارية والطبية والتعليمية ومراكز التسوق. أيمن مصبح، قناة الظفرة.